فليأمر مولاي بأن تجهز الجيوش. أجل، هذا هو الرأي. ليأذن لي جلالة الملك، لما لا نفاوضهم إن وسعنا ذلك؟ نفاوضهم؟ ماذا تقول يا عماه؟ قد رأيتم كيف تساقطت مدن أفريقيا واحدة تلو الأخرى على يدهم، ولست هنا لأدلل على قوتهم وبأسهم، ولكني أقول ألا نستهين بهم، فمن استهان بعدوه هلك. وهل سقطت تلك المدن إلا بتقاعس قيصر روما؟ ذلك القابع في ملكهم متكئا على سرير عرشه. الرومان سحقا لهم، لا يأتينا من قبلهم خير. مولاي الملك المعظم، ما كانت طنجة إلا حامية رومية، وكان الأحرى بالقيصر أن يتولى هو الدفاع عنها. أرى أن نؤدب روما. لقد شاخت روما كشجرة عجوز تساقط أوراقها ورقة فورقة. ذهبت أيام الملوك وولت أيام القياصرة. إن ما يحدث في طنجة وسبتة ليفت في كبدي، فكيف أعلو جهدا في الدفاع عنها؟ إذا لم نبادر نحن بالفعل لا بالقول، لحقت سبتة بطنجة، ولحق بنا العار أبد الدهر. إن تقاعس قيصر روما في الدفاع عن سبتة، فهل سيرضي هذا قداسة البابا ويجعله يسكت عن ذلك؟ أظن الآن أكثر غيظا من أي وقت مضى، فلم يعد الأمر مجرد صراع يقوم ويدور بين الملوك والأمراء، بين القساوسة والرهبان. هذا يتآمر على ذلك ويمكر له، وذلك يتحالف مع عدو الأمس كي يستعدي عليه عدو اليوم. إن الخطر يحيق بنا أكبر مما نظن. الخطر اليوم يحدق بنا جميعا. أي خطر يعنيه الملك؟ وهل هناك خطر غيرهم؟ أولئك الذين جاءوا على ظهور الإبل، جاءوا من الصحراء البعيدة ومعهم دينهم الجديد. إنهم أخطر علينا مما نظن. كل يوم يفتحون لنا بابا جديدا، فإذا دخلوا فيه لا يخرجون أبدا. وأخشى ما أخشاه أنهم بعد أن حاذوا طنجة فإنهم لن يتوقفوا حتى يأخذوا سبتة، ويا لضيعتي جوليان بعدها. يقصد مولاي المسلمين؟ ومن غيرهم، إنهم قلقي الدائم. مولاي جلالة الملك المعظم جيتشا، ملك القوط العظيم والسيد جزيرة إيبيريا الأوحد. أهلا بالكونت لودريك. لا تخشى على سبتة من المسلمين يا مولاي؟ ليس الكونت جوليان الذي يهدي لهم سبتة لقمة سائغة؟ إنه رجل يعتمد عليه يا مولاي. ولكن ماذا في أمر سبتة؟ قلعة بنيت لتدافع عن نفسها. لم نعلم بأن المدن تدافع عن نفسها، بل تصمد المدن بحكمة حكمائها وقوة مقاتليها. يبدو أن عزيزنا الدوق بيدرو سيفارقنا قريباً ليشارك في حماية سبتة. أخيرا سيزوت،
عندما تكبر وتشيخ وليس ثمة ولد تتكئ عليه، حينئذ من الذي سيساعدك يا أباشا أخي؟ كنت لزريق أكرم وفادة رسول جولان إلينا إلى أن يأتيه ردنا. على ما يبدو أنك تعرف الرسول جيدا، فأحسن إليه. كنت لزريق، أتعرف لماذا تسقط المدن ونخسر الحروب؟ نخسرها عندما يبدأ الأمراء والدقاة بجمع الذهب والإقطاعات لأنفسهم دون ضعيفها العاجز. عندها من ذا الذي سيدافع عن المملكة؟ الضعيف؟ الفقير؟ كيف يدافع رجل فقير عن أرض لا يملك فيها شر ونقير؟ كيف؟ عندها فقط تسقط المدن ونخسر الحروب. اطمئن يا مولاي، نحن لهم بالمرصاد. ما بك يا طارق؟ هم طنجة وعبء الإمارة. نعم، الإمارة أصبت، أعانك الله عليها. إنها أمانة، وإنها يوم القيامة ندامة إلا من قام بحقها وأدى الذي عليه فيها. يظنها البعض مغنماً ولا يرون أنها مغرم تنوء به الجبال. هي كذلك، ولكن على قدر المغرم يكون المغنم. هذا بذاك. اليوم طنجة، وغداً بإذن الله ستكون سبتة. أتمنى لو أضرب بسيف جبهة الصحراء فلا أقف إلا وراية التوحيد فوق كل سهل ورابية فيها. وأنت ذا ترى سبت أمامنا وعلى مرمى سهم منا، وأجدني توقفت لا أبرح مكاني. ذاك هو أنت يا طارق، كما عهدتك لم تتغير، لا تطيق صبرا. مقدام مبادر، ولكنك متعجل. اصبر اصبر ولا تتعجل قطاف ثمارك. متى يا شيخنا؟ متى؟ عندما تصبر ولا تتعجل. ألا ترى أن أبواب سبتة هنا في طنجة؟ دونك تلك الأبواب، أذن منها تفتح لك. لكن أهلها يغلقون أبوابهم دوننا. ها أنت ذا تصلح من شأنها ومن أحوال أهلها، وغدا عندما يلمسون إحسانك فيهم سوف يتغيرون. ذلك ما جبل عليه الإنسان، المرء أسير الإحسان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، عندها فقط ستكون سبتة أقرب إليك من ناظريك. إنما أتينا لنفتح القلوب لا لنفتح القلاع. لو كانت الأمصار فتحت لنا لما اضطررنا لحمل السيوف، ولكانت جيوشنا من الدعاة والفقهاء.
كنت لوثريق. لقد بلغت الأمور حداً لا يسكت عنه، وضاقت العامة والخاصة. دعك من هذا يا بيدرو وأجبني، كيف تسير الأمور في جمع الضرائب من قبل تجار طليطلة؟ إن أردت الحقيقة فإن من يدفع الضرائب هم العامة والفلاحون، وهؤلاء لا يملكون قوت يومهم كفافاً، ونحن نكلفهم فوق ما يطيقون. ومن أين تقوم الدولة إذن؟ من يعمل عليه أن يدفع؟ فثمة جيش يعد ومؤن تجهز، وهكذا ينشغل الناس بالدفع لمن هم فوقهم، ومن فوقهم لمن هم فوقهم. بيدرو، بيدرو، الأجدر بك أن تكون معنا لا علينا، فأنت من كبار رجالات البلاط. لا تنسى يا بيدرو أن جيتشا يوشك ألا يتكلم. حياة الملوك يا مولاتي تهتم بأدق التفاصيل. تقصدين الجواري؟ لا لا، أقصد عامة الناس خارج القصر. كوني أنت يا مولاتي أميرة تهتم بأناقتها وجمالها، وتبحث عن أميرها الذي ستسلب له عقله، وتسخري حياتك لتكوني أميرة تليق بأميرها، فهكذا تعيش الأميرات. هكذا كل شيء؟ ألا يوجد شيء آخر؟ حين تعودين من طليطلة إلى سبتة يجب أن تعيشي هناك كما نعيش نحن هنا. وهل يمكنني هنا أن أفعل ما يحلو لي؟ لا أحب ذلك يا مولاتي، فالملكة هنا تراقب أدق التفاصيل، وإن حدث غير ذلك ستعاقبني أنا. لا، لا أريد أن تعاقبي بسببي. لعمري لو رميت بها أمام ناظريك لما أصبتها. ضربة موفقة يا بكر. أعطنيها يا طارق. العبرة ليست في من يرمي ويصيب، بل العبرة في من يحصد. والحصيف من يتقي الضربة الأولى بدرعه ويتقي الضربة الثانية بعينيه. في حومة الحرب التي لا تشتكي غمراتها الأبطال غير تغمغم، ولقد هممت بغارة في ليلة سوداء حالكة كلون الأدلم. والله ما أرى هذه الغارة إلا على سبتة، تكاد سبتة تذهب بلبك يا طارق. صدقت يا طريف، ولكن ليست سبتة وحسب. أنت ترى كلما فتحنا بلدا وخضنا حربا لا يرى الناس إلا صليل السيوف وصهيل الخيول وتكسر الرماح، أما أنا فيغلب علي خاطر آخر. أفصح، فك الأحجيات. هي ليست أحجية يا طريف، إنما تساؤل. لماذا يرى الناس فينا جيشا منتصرا؟ لماذا لا يرون عدل الإسلام ورحمته؟ أعي ما ترمي إليه يا طارق، وهو ذاك والله.
ليس النصر حين تفتح لك الأسوار، بل حين تفتح لك القلوب. فيسلم لك الناس اختياراً لا انكساراً، حباً لا جبراً. هو ذاك النصر والله. بمثل هذا صرنا نفتح إفريقيا مع عقبة ابن نافع رحمه الله. رحمه الله. وأنا على ثقة أن الله سيفتح لكم قلوب الناس كما فتحها لهم في برقة وسوسة ومصراطة وغيرها. والله هذا ما تتوق إليه نفسي، أن يفتح الله قلوب الناس في طنجة وفي سبتة وما بعد سبتة. وما بعد سبتة يا طارق؟ بلاد تنتظر عدل الإسلام ورحمته. تعالوا. اسمعوني جيدا أيها الأصدقاء. منان توقف. مرحبا بك في الأسر أيها اللعين. بل مرحبا بكم أنتم في الأسر. كم يبلغ عدد الخيول داخل سبتة؟ بين 5 و6 لا أكثر. سبتة كلها بفرسانها ومقاتليها وكل ما فيها 5 أو 6 خيول. أجل يا سيدي، أجل. حسناً، وماذا إن سألتك عن العتاد والسلاح؟ 10 سيوف مثلاً، وقطعاً لن يزيد عدد السهام عن 20 سهماً مثلاً. لا تبالغ يا نسيم، ربما أقل. ما رأيكما أن نذهب معاً إلى قبو السجن حيث تنحل عقدة اللسان ويطيب الكلام؟ أتأذن لي أيها الأمير؟ خذهما يا نسيم. نسيم، ماذا هناك؟ لا أعرف كيف أقول. تكلم. فقد 2 من جندنا البارحة. أين فقدا؟ أدنى برج الحراسة عند السور الغربي.
وصل الأمر لجندك أن يفقد اثنان منهما من داخل أسوارنا؟ فقدا فجأة أثناء الحراسة، حينما تفقدنا موضع اختفائهما وجدنا أثر أقدام وكأن عراكا قد دار به، كما وجد جند هذا السهم على مقربة من ذات الموضع. يا سيدي، إنه للمسلمين يا سيدي. يبدو أن طارق قد بدأ بأسرع مما ظننت. شدد الحراسة على الأبراج، أضرم النيران فيها ليلاً وأقفل جميع الأبواب. تفقد كل ثغرة يمكن أن يدخل منها، سيما تلك القريبة من البحر. أمرك سيدي. العفو يا مولاتي، هذا عمل لا يليق بك. هوني عليك، فلا أحد غيرنا. وإن لكن اعذريني يا مولاتي. مولاتي، أميرة فلوريندا، طاب يومك. مولاي الأمير، كيف حاله؟ بخير إذ رأيتك، وبخير دائماً حين أراك. إن مولاي الأمير يبالغ بلطفه. بل أنت تستحقين فوق ذلك. هكذا هي اللآلي دائماً، لا ترى رونقها. مولاي، ألا نمشي قليلاً بين الزهور؟ لا أستطيع. أعني هنا في بساتين القصر. ولكن الملكة. أمي الملكة ليست هنا، ولا أحد هنا ليراقبنا. أعذرني مولاي، سأذهب إلى حجرتي. فلوريندا، هل تظن يا نسيم أنك ستخلص منهما بشيء؟ إنهما في الزنازين القديمة، هيئتها فقط تطلق لسان الأبكم. صدقت، فإن مجرد رؤيتها تغيد القلب وتبعث على الرعب. تلك وسائل الطغاة دائماً، حينما يضعف الطاغية ويجد ملكه متهالكاً لا يرى أن يثبت ملكه إلا بالصوت والقهر. نعم، فهم يحكمون الناس بالخوف. إن الممالك التي تقام على قهر الناس وظلمهم زائلة لا محالة، لذا فلتحذروا أن تضعف نفوسكم وتكونوا كأعدائكم. معاذ الله يا شيخنا، كيف سننزلق إلى هذا المنزلق الخطير؟ الحكم فتنة، وفتنة الحكم أن الشيطان يزين لأصحابه أعمالهم. وكيف نتقي ذلك؟ حين تصلح نيتك وتراجعها بين الفينة والأخرى، لكن حين تنسى لما حملت السيف ولما جئت إلى هنا
وتنسى الغاية السامية من جهادك ستنزلق. ما بك يا طارق؟ لما كل هذا القلق؟ حتى حصارها يا شيخي لن يكون بالأمر السهل. وما يقلقك فليكن. أضف إلى أن حاكمها رجل محنك ولا يستهان به. لا شيء صعب. إذا توفرت الإرادة والنية الخالصة لله مع قليل من الصبر والروية. سألتقي بعد قليل بقائد الشرطة ورئيس العسس. أرى أن تكون معنا. كما تريد. فليحفظ الرب مولاي. ماذا نرد على الكونت جوليان؟ إنه يتعجل المدد لسبتة. هل وصل المسلمون إليها؟ ليس تماما يا مولاي، ولكنهم يوشكون. اللعنة على أولئك المسلمين. إني لا أعجب من هؤلاء الرعاة. لن يتوقفوا حتى يستولوا على الدنيا كلها. لقد جاءوا بصحراء قاحلة. كانوا يقتتلون فيما بينهم على لا شيء. لا ضياع يقتسمونها ولا أموال يتنازعونها ولا رهبانا يزينون لهم الموت في سبيل الرب كي يقتتلوا فيما بينهم. وبرغم هذا ها هم أولاء يطرقون أبواب مملكة القوط العظيمة في سبتة. لقد قرأت قبل مدة أن رسولهم قد وعدهم بالقسطنطينية، وها هم قد حازوا على بيت المقدس دون قتال. فلا عجب إذن أن يملكوا طنجة في غرب الدنيا أو خراسان في شرقها. إذن يجب علينا أن نقتل قادتهم لنوقف مدهم ولو إلى حين. على رسلك يا أخي لها، على رسلك. أتظن أنك بهذا الصنيع توقف هؤلاء؟ ما زلت غرا. ليس هكذا
تساس الأمم والممالك ولا يوقف هؤلاء بذاك. كم كنت أتمنى لو أنك لزمتني وأخوك لتتعلما مني. ما كنت ساعتها لأخشى على مملكة القوط الغربيين وأنا أرى شمس عمري تؤول إلى المغيب. أعلم ماذا علي أن أفعل يا مولاي. أرسله إلى بيدرو. فلقد خبرته لسنين طويلة وهو أدرى بشؤون المملكة، ما يصلح لها وما لا يصلح. أمر مولاي. لا تأتينا دون أن نحتاجك يا أبا بصير؟ وما لي أنا وما لقصور الحكم؟ أخاف فتنتها وزينتها. تنجو بنفسك من فتنة الحكم وتتركنا له. ولما القلق؟ الملك يقوم بالعدل، فالعدل أساس الملك. وهذا ما نعمل عليه الآن يا أبا بصير. نقيم رجال حسبة في السوق ونبني داراً للقضاء يستقل بها القاضي عن المسجد. أحسنت والله يا طارق في هذا. قد صار الناس أحوج ما يكونون إلى قاض مقيم يحكم بين المتخاصمين بالعدل وينصف المظلومين. أعان الله شيخنا على ما هو مقدم عليه. أصلحك الله توقع بي؟ لا والله لا أراني أصلح لهذا، لا أتهرب منها. بيد أن القضاء لا يصلح له إلا فقيه عالم تقي ورع، وفوق هذا عالم بأمور الدنيا وأحوال الناس. والله ما زدت على وصف نفسك، ولا نزكي على الله أحدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعني على هذا الحمل واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. نريد بناء دولة العدل التي نبتغيها يا أبا بصير. كثيراً ما أراك هنا في الحديقة أيتها الأميرة. وهل يزعجك ذلك مني مولاي الكونت؟ لا، بل إنني لأجد أن قصر مولاي الملك جيتشا قد بدأ يزداد جمالاً. شكراً لك مولاي. ومن يعرف، لعلك في يوم من الأيام قد تصبحين ملكة في أحد قصور الطليطلة. بل أنا أميرة من سبتة، ولا أفضل على سبتة غيرها. وهل ترفضين الملك؟ وأنت كما أرى تليقين بأرفع الملوك مقاما. شكرا لك سيدي. سأراك هنا كثيرا أيتها الجميلة. ششمرت، سيدي الكونت، أبلغ رسول جوليان أننا سنجيب طلبه. هل سيرسل له الملك جيشا؟ لا، ليس جيشا، سنرسل له بعض الفعتاد والمؤن. حسنا يا سيدي، سأبلغ رسوله بذلك. وأحسن معاملته. بالطبع يا سيدي.
يتوزع الحراس على الأسوار، على كل برج 15 رجلاً. تلك البوابة هي الأكثر تحصيناً لأنها تقود رأساً إلى قصر الحاكم. أما تلك البوابة فهي الأقل تحصيناً لقربها من الماء، ولكن بها حامية من الداخل ورماة على أعلى البرج. لن نلجأ إلى القتال في البداية يا طرف. ما عرفناه عن سبتة أنها محصنة ويصعب اقتحامها، لذلك سنضرب حصاراً محكماً حولها، وبعد ذلك سنقوم بمناوشتهم ليلاً نهاراً حتى ينهكوا تماماً. وماذا عن البحر؟ ماذا هناك؟ ستأتيهم سفن الإمداد من البحر. تقصد ستأتينا؟ ستأتينا؟ وهل بوسعنا الاستيلاء على سفن لا سيما إن كانت تحمل المقاتلين والعتاد؟ لن نعجز عن ذلك يا طريف، لا شيء سيوقفنا، وسنكون هناك قريباً، قريباً جداً بإذن الله. سيد الكونت، جيش المسلمين يزحف نحو سبتة. ماذا تقول؟ أغلقوا جميع المنافذ ولينتشر الرماة عند أسوار المدينة. قد فعلت ذلك يا سيدي. سوفيك عند الأسوار. هيا. ذاك اليوم كنا فوق هامات البلاد، وخلافة كالنبت مدت جدرها والنور زاد. نادت جبال الريف الطارق حينما التفت الجواد، وشجرة الأرجان شاءت لو تكون من العتاد. أمامنا كان بحر وخلفه مدي عين للحاسبين، نزمه بالرعاد والصبح جئنا لننشر بالخلافة رحمة للعالمين، لمعت على أعتاب عز فخر لا يستكين، نار على علم يطل بريقها فوق الجبين، من نفزة فيها الشموخ كمثلي أطلس لا تلين. كتائب وأعصى
بزحفها نحو المقصير المنتظر، والخيل يعلو بالصهيل ولا يفكر في المفر، ويدور عزما بالفوارس حين قائدهم بهر، والقائد العربي لا يلقاك إلا انتصر.